وحليلين واخبار الرياضه النسائيه. يسعد صباحكم من جديد. حياك الله. حلو. انا يعني صراحه كل اسبوع بكون كثير متحمسه اني اخبركم قد ايه في تطور بالفكر الرياضي عند النساء وتحديدا بالسعوديه، يعني بالوطن العربي بشكل عام بس بالسعوديه بجهود العاملين بهالقطاع وكمان في حماس من الفتيات. يعني يمكن كنا قبل شوي عم نحكي انه لو ما في حماس عند الفتيات قد ما عملوا فعاليات وقد ما حاولوا اكيد ما بيكون في مشاركه. فهذا الشيء اللي عم نشوفه مؤخرا، ومثال على هالشيء انه يوم السبت تابعنا عوده لعبه البولينج للفتيات بقوه ببطوله السيدات الاولى بالرياض. الحلو بهالمنافسه انه شهدت مشاركة أصغر لاعبة بعمر 12 عام ومشاركة أكبر لاعبة بعمر 47 عام، وتم تتويج الفائزين من قبل الأميرة نجلاء بنت عبد الرحمن آل سعود، وكان في حوالي 85 مشاركة، ولسه في بطولة ثانية كمان بجدة حنشوفها بآخر هذا الشهر. يعني كثير حلو إنه بالعادة يمكن نحن كلياتنا بنروح نلعب بولينج، بس لما يكون في منافسة أكيد بيكون أكيد، ورياضة جديدة للأمانة يعني عندنا في السعودية، هذه تعتبر من الرياضات الجديدة النسائية. صح، والحماس كمان كثير كبير بافتتاح دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ويمكن شفنا الفيديو اللي حطته دانا. من الأمثلة اللي بنفتخر فيها هي لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى رغد بوريش اللي عم تشارك لأول مرة. ومن الإمارات كمان شفنا لطيفة المازمي لاعبة المنتخب الوطني للرماية يلي كمان رفعت علم بلدها بالافتتاح. فعلا والله احنا من زمان كنا نحضر يعني الألعاب الأولمبية وقليل ما يتواجد فيها سيدات عربيات. صحيح، هذا هلا صار الشيء كثير طبيعي انه نشوف ونشجع وندعمهم. وكمان هالاسبوع عم نشوف مباريات دوليه لمنتخبات كره قدم نسائيه عم تصير هالمنافسات، بس للاسف ما في منتخبات عربيه نسائيه عم نشوفها، وهذا المتوقع انه نشوفه بالمستقبل القريب يعني. بس انا هون بدي اسال هاني، انت كرجل ممكن تحضر مباراه كره قدم نسائيه؟ والله ممكن، ليش لا؟ بالعكس يعني الواحد ياخذ فكره، وانا احيانا يعني لما يكون في بطوله عالميه اتابع شوي. تابع يعني اذا في مباراه او شيء حلو. هلا هو اكيد بيكون كمستوى اللاعب يعني اقل احترافيه من الشباب، لانه تحديدا بوطننا العربي لسه ما في هالاهتمام، بس بتوقع مع الوقت بيتحسن هالشيء. ومثال على هالشيء هالفيديو يلي بيوضح كيف كان حال كره القدم باليابان لما بداوا رسميا لاول مره باواخر الثمانينات. فيعني كان الوضع شوف هذا كره قدم نسائيه، هي اول مباراه باليابان، يعني اول مباراه رسميه انتهت بشد الشعور اكيد. هم دائما كره قدم النسائيه دائما عندهم اشكاليه بحارس المرمى. صح، دائما حارس المرمى هيك ضعيف. فاتوا بعض كلهم اخر شيء على المرمى، بس انه هي كانت البدايه. اما اليوم عم بيشاركوا كمنتخب قوي بمنافسات عالميه، ويا ريت نشوف عن جد الناس عم مهتمين بمتابعه كره القدم مع الوقت، لانه هيك كانت البدايه واليوم هن هيك يعني. فدائما بيكون في امل، كان في مستوى ان شاء الله في متابعه ان شاء الله. اكيد اذا انتم بتدعمونا يعني كرجال. اكيد والله احنا داعمين يعني الى اخر الخط باذن الله ان شاء الله. وكمان من الاشياء اللي لفتتني هي اهتمام النساء بالسعوديه برياضه الغوص. بعد انجاز الدكتوره مريم فردوس بالغوص بالقطبين الشمالي والجنوبي زاد عدد الغواصات السعوديات، هذا شيء كثير حلو. ومن اجمل الانجازات والامثله اللي بنتذكرها طبيبه المخ والاعصاب عائشه الحجاج اللي اسست اول فريق لتدريب الفتيات على الغوص في المنطقه الشرقيه، كان هدفها هو جمع النفايات من قباله الساحل الشرقي، كمان بالاضافه لهدف انه الرياضه. يعني كثير حلو. يمكن تشوفي الغوص يمكن أول مرة في الشرقية، لكن في كثير أشياء ونشاطات عملوها في جدة. ريم الصبان وجهة التحية كانت من أوائل الغواصات السعوديات اللي مارست في وقت ما كان كثير يعني إنه هذه الرياضة موجودة، فنوجه التحية. وكمان أيضا ريم بخيت كمان غواصة، يعطيها ألف عافية. تمام غادة، لازم تجربي الغوص. يمكن أنت أنا ما جربته، نفسي فعلا أتعلم هذه الرياضة. والله ممكن. جربتي الكيك بوكسينج؟ ايوه جربتها. لسه ما بتخيل غاده مع الكيك بوكسينج. يعني غاده انت بس والله جد يعني كان في شيء. أيوة كان يقول لك المدرب لا 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 انه أيوة حلوين. أيوة لا كان حلو، لانه انا عندي مثلا يد اضعف من يد، فكان دائما يشغل اليد الاضعف على اساس انها تكون في قوه اليد. ايوه وحاولتي يعني تهذبين وتكبحين جماح العنف اللي فيك؟ انا كنت بفيش خلقي في كل بوكس قدي يعني. كان حلو شعور بروح الستريس فعلا، لانه في كثير امثله عن نساء عربيات اخذوا بطولات عالميه بالكيك بوكسينج، مثل التونسيه اكرام كروات اللي حصلت على لقب بطله العالم ببدايه العام بفلوريدا. واو، فيعني هاي الرياضه يمكن شوي الناس اخذين فكره انه محصوره بالشباب، بس كمان هي حلوه للبنات. وانا شخصيا جربت هذا الشيء مع زميلتنا هيا ياسمين، كثير كنت حابه اجرب وفعلا كثير فرحت. هلا حتشوفوا الفرحه اصلا بالتقرير. وحتى اعطينا بعض النصائح مع الكوتش مدر عفيفه برياضه الكيك بوكسينج، بركي البنات يتشجعوا. والله حنشوف لين.
صباح الخير هيا. صباح النور. اليوم اشكالنا ما بتشبه اشكالنا بالمكتب ابدا. صحيح. هيا صار لها سنه يمكن عم بتقلي انه تعي اعملي كيك بوكسينج وشوفي قد ايه حتتغير حياتك. انا كثير متحمسه عن جد، بس يعني هيا بدكم ما تضحكوا علي لانه انا يعني لسه الجلوبز ماني عارفه احطهم. من اول مره بتشعري انه جسديا وعقليا مرتاحه. لحظة لحظة لحظة. وبدأنا بأول حركة، القدم اليسرى إلى الأمام واليمنى للخلف، اليد اليمنى عند الوجه واليسرى للأعلى. هاي البوزيشن تبعك، بدك تحاولي توزعي وزن جسمك على رجليك التنتين مشان يصير في توازن. برافو، كمان كمان. اوكي، هتلعبي ليفت رايت. برافو. ما في يخبركم قد البداية عندي كانت ناعمة جداً، بس الوضع بدأ يتحسن بعد دقايق والحماس عم بيزيد والحركات صارت أصعب. شو فوائدها للبنات تحديداً؟ هلا طبعاً الكيك بوكسينج هي كثير مفيدة للبنات، بتحرق كميات كبيرة خلال التمرين. بتحرق تقريباً بين 700 ل 900 كالوري خلال الساعة اللي عم تمارسي فيها الكيك بوكسينج. بتستهدف عضلات الرجلين الداخلية والخارجية، بتعطيهم جمالية وشد، وبتحرق كل الدهون المتواجدين على منطقة الرجلين. مش بس بتساعد رياضة الكيك بوكسينج على حرق الكالوريز، كمان بتشد الجسم وبتعمل تناغم بكل منطقة، عدا عن تعديل المزاج وتخفيف الضغوطات. وما فينا ننسى أنه بتعطينا القوة في حال احتجنا ندافع عن أنفسنا، ومن الواضح أنها بتزيد هرمون السعادة أكثر. أنا صراحة زعلانة على كل الأشهر أو السنين اللي ما عملت فيها كيك بوكسينج، كتير كتير انبسطت وهلأ بعد التصوير أنا حكفي يعني ما رح أوقف. كوتش كتير عزبناك معنا، شكرا كتير. كيف كان أدائك أول مرة؟ منيح. أكيد حيتحسن مع الوقت. برافو عليك والله. حيتحسن مع الوقت. حيتحسن، وعن جد كان نهار كثير حلو، فعلاً فعلاً مثل ما قلت بيزيد هرمون السعادة، لأنه يمكن كانت ساعة بس عن جد كثير فرحنا، وأنا هلا بدي أطلب منك غادة إنه تنقي أي نشاط نعمله أنا وياكي سوا. والله ممكن. كمان فكرة حلوة، أنا أحب رياضتين، ما أعرفهم الاثنين، بس أحب الرماية. حلو. رياضة الرماية. حلو الرماية موجود. بس هذه ما بتحرق يعني ما ولا الجولف هذيك هيك ما فيها حرق كالوريز. لا لا لا، بس الرمايه نوع من انواع الرياضه انا كثير احبها، ما اعرفها بس كثير احبها واحترمها. خلص نروح نجرب شيء جديد انا وانت. يلا انا معك ان شاء الله. اكيد. خلاص ان شاء الله. شكرا لك لوجودك معنا، يعطيك العافيه. روح لي وحتتحسني مع الوقت اكيد ان شاء الله.